السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير ونفضل دايما على طول مع بعض. لا تظلموا محيوس أو كندوسي، ما تظلموش لاعب بصراحة، الولاد أبطال، تحملوا ضغوط، أبطال بجد يعني، ولاد إن شاء الله مستقبلهم هيبقى كبير. اللعيبة اللي أخلصت فيه مثلا، في لعيبة كتير بصراحة هنتكلم، يعني محيوس أولهم، هداف البطولة ما شاء الله عليه، مليون مبروك عليه بالخاطر. انا من رايي يعني بينافس حسام في افضل لاعب في البطوله، حسام يستحقها بالخاطر، يستحقها. هنقول حسام عشان من اول البطوله شغال كويس. لاسباب كتير ليه انا بقول لكم ما تظلمش محيوس، مش هو ده السبب الوحيد انه اتدلع مثلا في ضربه الجزاء. انا باركنا وهيصنا لما جاب ضربه الجزاء في اخر ثانيه، فرحنا بيه، وجاب ضربة جزاء في برضه في ليبيا، فرحنا، يا عنده ثبات انفعالي ما شاء الله وكده. ولكن هو بقى لو المفروض من احساسه واضح انه كان خايف وهو داخل على الضربة، لان ما كانش كويس في المباراة، المنتخب ما كانش كويس، فهو كان خايف. فطالما خايف العبها، العبها بجدية، شوطها قطع الشبكة. ده اللي انا اقوله. وبعدين لازم اوصل انا كمدرب للاعب، اقول له العب الكورة صح، لو طلعت بره كلنا هنقول لك ولا يهمك، لما هتتدلع فيها هتجيبها جون هنفرح، بس يوم ما تطلع بره الناس هتلومك. وده اللي حصل، المفروض كان مجيد بوجره، وانا متاكد ان قاله كده يعني. المهم ربنا سبحانه وتعالى، مش عشان غلطه محيوس السنغال شالوا كاس المحليين، كنا نتمنى الجزائر، كنت بتمنى وكنت متأكد كمان ان الجزائر ياخدها، لكن مش سبب واحد، ربنا ما بيظلمش، في اسباب كتير قوي. اول اسباب لما انا اكون مدرب او لاعب ضمن المنتخب واشوف الافتتاح العظيم ده، واشوف الملاعب العظيمة دي، واشوف استقبال البعثات، واشوف البطولة بتذاع على اكبر قناة في الشرق الاوسط، لازم انا بقى يعني ابقى جامد، مش اكسب 3 ماتشات الأولانية واحد بالعافية، بالعافية يعني كسبان بالعافية، واحد ضربات جزاء. وليبيا الشوط الثاني كان أفضل، أثيوبيا الشوط الثاني كان أفضل، موزمبيق يعني في المجموعات ما ينفعش، وأنا قلتها في التحليلات، ما ينفعش الجمهور العظيم ده كله حواليا وبيدعمني وأكسب واحد بالعافية. ليه بقول واحد بالعافية؟ لأن يعني كنا في آخر دقايق ماسكين قلبنا، كنا خايفين ومرعوبين. ده من اسباب الهزيمه، مش سبب محيوس بس. انا كمان لما اشوف جمهور بيدعمني بعد المباراه، بيدعموهم ولا يهموك يا رجاله، والماتش اللي جاي، لما اشوف الدعم بعد مباراه كوديفوار، عملوا مباراه روعه، واشوف الجمهور، انا قلبي يجمد بقى، يعني قلبي يجمد مفروض يعني. ليه بقول كده؟ لان في المباراه النهائيه بدل السنغال المفروض اللعيبه الصغيره دي ركبتهم بتخبط في بعض، لا، الولاد كانوا بيجروا زي الغزال وزي الحصينه في الملعب من اول دقيقه لغايه ما نزل كندوسي في الدقيقه 70 او الدقيقه 67، كان السنغال متفوق. يبقى انا كمدرب دي ملهاش دعوه بقى، مجيد بوجره ملهاش دعوه، دي بقى اللعيبه ما عندهاش اختبارات كتيرة، لعيبة محليين، لا يا عم، اللعيبة دي كلها من أول الحارس لغاية المهاجمين بيلعبوا كل سنة في بطولة أفريقيا، أبطال الدوري والكاس، بيلعبوا، بيسافروا أفريقيا يلعبوا، وبيجي لهم الأهلي، وبيجي لهم الزمالك، وبيجي لهم الترجي، وبيروحوا للوداد والترجي والأهلي، عندهم خبرات. سيبك من كل ده، إزاي أنت كمدير فني تقول في المؤتمر الصحفي بعد كل مباراة مالكوش دعوة باللعيبة، لا تحملوا اللعيبة، كلموني أنا. طب ما أنت كده بتبعت رسالة للعيبة بتقول لهم ولا يهمكم لو خسرتوا البطولة. أنا كلاعب بقى، مزيان أو حسام أو كندوز الحارس أو كندوسي أو أي حد، زكريا، أقول لو خسرت المدرب على طول يقول ما تظلموش اللعيبة، اللعيبة، فأنا معايا حجتي. ما أنت ليه؟ بالعكس، ده أنت شيل المسؤولية، ده انت من اول من جمال بالماضي لما جه مصر هنا، جمال بالماضي لما جه بطولة قال لك ايه؟ انا جاي اخد البطولة. كلنا استغربنا، الجزائر ما كسبش البطولة اللي قبليها ولا اللي قبليها ولا اللي قبليها. يعني الراجل ده جاي بيهرج في مصر،
خد البطوله. ليه؟ وصل رساله، وصل رساله للعيبه انه يقاتلوا على الفوز. النهارده انا لما مدير فني من اول مباراه الافتتاح وبعد اقول ايه، ما تضغطوش على اللعيبه، اللعيبه كلموني انا. طب ما انت كده بتقول لي اللعيبه تغلبوا براحتكم انا لا، انت المفروض تقول ايه بقى؟ الجمهور ده كله هيدفعنا، الجمهور ده كله هيخلينا نعمل مجهود مضاعف، الجمهور ده كله هنجيب له الكاس كده. اللعيبه هتغير، اللعيبه يقول لك لا دي مسؤوليه، المسؤوليه في ايدينا. مش عايز اطول كتير، هنيجي بقى في المباراه. ما ينفعش انت كمدير فني، سيبك بقى انا بلاعب معايا لعيبه مستواها عامل ازاي، انا مدير فني لما اشوف الملعب كده من اول دقيقه لغايه الدقيقه 66 او 67 لما نزل كانتوزي، ما اقعد ساعه ماتش نهائي، اقعد ساعه وي يعني 70 دقيقه تقريبا، 70 دقيقه السنغال مكتسحه واخده الكوره ورايحه بيها ايه ده؟ ده الحارس بتاعها ما اختبرش، يعني مش عارف اخد قرار، مش عارف اضيق المساحات. زكريا وحسام لوحديهم من بدري، من بدري نزل كندوسي يبقى معاهم، يبقى ثلاثه. واقول له، قال له اقف جنب حسام، كندوسي انزل اقف جنب حسام، اعمل لي زحمه في الحته دي. النهارده الباك يمين بتاع السنغال والباك شمال اكنهم بيلعبوا في جنينه، يقطعوا الكره يفضلوا يجروا، مفيش حد بيقابلهم، مفيش حد بيقابلهم. انا كمدير فني ازاي اقبل على نفسي كده؟ هي دي اسباب الهزيمه، مع احترامي للمدير الفني، مع احترامي للجميع، هي دي اسباب. ما شايلش بقى الهزيمه لواحد زي محيوس في ضربه الجزاء، ادي له معلومه، اقول له يا محيوس في الفاول، في ضربه، في الباصه بجديه تلعب بدلع، لو جت صح ماشي، بس لو جت غلط هيلومك، ناس هتلومك، ناس هتشيلك. لازم افهم اللاعب كده، وده درس. لكن الجزائر نجح في البطوله، نجح في التنظيم بجد، تعب اللي بعديه. اي حد هينظم بطوله بعد كده لازم، مش هيبقى صعب، صعب على اللي بعديه ان تنظيم البطوله تبقى شبه البطوله بتاعتهم بصراحه.